الله تعالى. ولذلك ربما كذا جاء في السيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الحث على المشي، ولما أراد قوم أن ينتقلوا من بيوتهم بني سلمة إلى المسجد قال سلمة بن سلمة دياركم تكتب أثاركم، والمشي ذاك رتبة الأجور العظيمة، والله سبحانه قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب دكتور، المشي له وقت يعني جيد، وقت مميز، وقت في أفضلية؟ كثيرا ما أغرد في تويتر وأقول أفضل وقت للمشي هو الوقت الذي تنتظمون فيه. شوف ظروفك، شوف اختياراتك، عندك سوق قريب من بيتك تروح إن شاء الله الساعة 3 العصر مكيف وبارد وكذا، مدرس تبي تكون في الصف في المدرسة الساعة 6 ما أقدر أقول لك المشي فجرا. أفضل مشي وقت للمشي هو الوقت الذي تنتظمون فيه. بعض الأحيان أنا ممكن أربطه أو شخص ما قد يربطه بزيارة الوالدة، أروح أصلي العشاء جنب بيت الوالدة وأجلس معاها بعد العشاء شوية، بس قبل لا أروح لها أكون مشيت شوية، أو بعد ما أروح لها. اربطوها بالشيء المنتظم في حياتكم، لأنه ما أعرف ظروف الناس، فمثاليا هو الوقت الذي تنتظمون فيه. إنما لو قلت لي أنا متاح لي كل الأوقات، لا أفضل أي وقت على المشي فجرا، هذا الأفضل. المشي فجرا مثالي، وأنا كنت مقال ذكرت فيه حوالي 29 سبب يجعلنا نختار المشي فجرا من بين الأوقات الأخرى، الأوزون والطاقة والصيام، وأصلا تكون بالمرة تتأمل وتفكر، وقت للذكر مع الإشراق، والتفاصيل دي كلها ذكرت أكثر من 29 سبب يجعلنا نختار المشي فجرا من بين الأوقات الأخرى. حتى إنهم وجدوا إنه لو جبت ناس منتظمين في الرياضة فجرا وغير فجرا، الناس اللي منتظمين في الرياضة فجرا ضغطهم يتحسن أفضل من الناس الذين يمشون بأوقات أخرى. وأسباب كثيرة جدا. طيب. بورك لأمتي في بكورها. قبل الإفطار دكتور ولا بعدها؟ لا أنا أمشي على معدة فاضية. لأرجيك. طيب اللي يقول تعش وتمشي، يعني يقول بعد ما تضرب في العشاء تمشي، هذا من الأشياء اللي يبغى لها تعليم. لا أبدا. طيب تعش بالذات لو تعشيت. يعني لا